بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، يسرني ويشرفني أن أقدم لكم دورة في موضوع جس الآبار. موضوع دورتنا هي معدات الجس الحديثة. أتقدم بالشكر الجزيل إلى كادر قسم التدريب في شركة نفط ميسان لإتاحة هاي الفرصة بتقديم هاي الدورة اللي ضمن مشروع دورات الإلكترونية نتيجة هاي الظروف اللي نمر بيها. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. بداية راح نقدم لكم اليوم أول معدة من معدات الجس الحديثة اللي هي معدات الرنين المغناطيسي Nuclear Magnetic Resonance and MR Loggings. قبل ما أنسى أقدم لكم نفسي، رئيس مهندسين أقدم حيدر هادي يحيى، مدير قسم هندسة النفط في هيئة الحقول. راح نبدأ بموضوع الرنين المغناطيسي. Nuclear Magnetic Resonance and MR Logs are still not widely used and their use in some geologic and drilling environment. هاي المعدة هي كمعدة حديثة أكيد ما راح تستخدم في كل الآبار، لها ظروف استخدام معينة، وذلك لأسباب، منها سبب الأكثر والرئيسي هو سبب أنه هي غالية الثمن مقارنة باللوجينج، معدات الجس التقليدية اللي تنزل بالآبار. في معظم الآبار هاي معدة الرنين المغناطيسية، نختار بعض الآبار في الحقول حتى ننزلها حتى نحصل على معلومات البيانات المهمة اللي نحتاجها. At present, will they create estimated of porosity؟ بالوقت الحاضر عندما نخمن المسامية that are equivalent to the other porosity logs، راح نخليها في موضع المقارنة مع البيانات البوروسيتي اللي نحصلها من اللوغات الأخرى أو المجسات الأخرى، ومدى صحتها ومدى دقتها. الكيوريسي هنا، الكيوريسي هي مهمة إن، ومن هاي المقارنة and have some advantage over those logging، راح ناخذ يعني بعض الفوائد من هاي المقارنة. They are most powerful when used in conjunction with that other data rather than instead of it. راح نخليها في ترابط هاي المعلومة، راح نربطها مع معلومة أخرى من المعلومات البيانات البوروسيتي من اللوغات الأخرى، راح بدل ما تكون وحدها راح تكون في موضع مقارنة مع البيانات الأخرى. وبهاي المحاضرة راح نركز على the interpretive application of NMR logs، تفسير مجس الرنين المغناطيسي. Since its discovery in 1946, nuclear magnetic resonance has become a valuable tool in physics, chemistry, biology and medicine. منذ اكتشاف معدة الجس المغناطيسي، معدة الرنين المغناطيسي، فاستخدموها في عدة مجالات، وأصبحت موجودة في مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والطب. More important than MR logging tools in oil industry، ولكن الأكثر أهمية لهذه المعدة، معدة الرنين المغناطيسي، هي في مجال الصناعة النفطية. That use permanent magnets، يعني يستخدمون بها مغانيط دائمية، and pulsed radio frequency، ونبضات راديوية ترددية، to determine formation properties، حتى نحدد خواص المكمن، خواص التكوين. This capability open a new type information evaluation and core analysis. هذه المعدة فتحت لنا مجالات واسعة للحصول على new type معلومات أو أنواع جديدة من المعلومات لتحليل
المكامن وتحليل اللباب. كمثال على استخدامها في مجال الطب، نلاحظ هذا السلايد يوضح لنا فحص الرنين المغناطيسي لرأس الإنسان، راح تظهر لنا مالتي كروس سكشنال ايميج، صورة متعددة السكشنات لرأس الإنسان. هنا راح نلاحظ اللي الشكل السلايدات اللي تظهر بيها الشكل الفاتح هي تحتوي على لو فلويد، واللي شكل الغامق هي تحتوي على الهاي فلويد، يعني لو فلويد اللي بها قليل الفلويد مثل البون مثل العظم. ومثل ما تلاحظون هذه السلايد، وفي التطبيق من تطبيقات الرنين المغناطيسي، احنا هنا المكمن يهمنا انه نعرف شنو اللي يحتويه. من أهم العوامل العناصر البارامتر اللي نريد نحصلها هي المسامية بوروسيتي، التشبع المائي، النفاذية. فننزل بواسطة مجسات اللوج راح نحصل، وهاي معادلة آرشي، معادلة آرشي اللي هي تشبع، تحسب لنا التشبع المائي اللي هي تحت الجذر، أس التشبع 2 جذر التربيعي للآر دبليو على الفاي اللي هي الار دبليو، طبعا مقاومة الماء، الفاي مرفوعة للاس 2 مضروبة بالار تي مقاومة المقاومة البعيدة. فأهم العوامل والخصائص اللي راح نحصلها من معدات الجس هي حساب التشبع المائي. حساب التشبع المائي فالعامل مهم به هو حسابات البوروسيتي، وبعد ذلك نحتاج البيرموبوليتي كما موضح بالسلايد الموجود. An MR tool can provide three types of information. معدة الرنين المغناطيسية راح نحصل منها على 3 أنواع من المعلومات information، each of which make these tools precision among logging devices. تعتبر هاي المعدة من المعدات الدقيقة من بين كل المعدات اللوجينج. هنشوف شنو الانفورميشن اللي نحصلها من هاي المعدة الرنين المغناطيسي. Information about the quantities of the fluid in the rocks. معلومة انه زقد كمية الفلويد الموجودة بالصخرة. ثاني معلومة هي information about the properties of these fluids. ثاني معلومة هي المواصفات هذه الفلويد. شنو هذه مواصفات الفلويد؟ هل هو هذا نفط غاز؟ نفط غاز ووتر، ما شنو مواصفاته، اللزوجة مالته شنو، مواصفات أخرى نحصلها منه. هاي المعدة راح تعطينا النوع الثاني information، النوع الثالث information about the size، يعني معلومات حول الحجم مال بوروس، مال المسامات الموجودة المسامات الموجودة بالصخرة واللي تحتوي على هذا الفلويد. Comparison of the NMR tool to other logging tools. راح نقارن بين معدة الرنين المغناطيسي والمعدات الأخرى التقليدية، معدات الجس التقليدية الأخرى. This response characteristics makes an NMR tool fundamentally different from the conventional log. الاستجابة، خواص الاستجابة أو صفات الاستجابة للمعدة الرنين المغناطيسي fundamentally بالأساسية different from conventional logs، تختلف اختلاف جذري من معدات الجس التقليدية. The conventional neutron logs مثل البولك density والكوستيك travel time، معدات الدنسيتي، معدات الصوت، معدات البوروسيتي، معدات النيوترون اللي نقيس منها البوروسيتي بشكل مباشر، tools are influenced by all components of reservoir rocks. هاي كلها المعدات التقليدية، معدات جس التقليدية تتحسس بكل مكونات الصخرة، من 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 نسيج صخري، من فلويد الموجود، من المسامات. عكس هاي المعدة الحديثة اللي معدة الرنين المغناطيسي اللي تهتم بس بالفلويد والبور سبيس، ما لها علاقة بالنسيج الصخري.
هنا راح يبين هذا السلايد محدودية استخدام، محدودية مجال عمل الكونفيدنشال لوجز، ليميتيشن اوف كونفيدنشال لوجز، محدودية عمل الكونفيدنشال لوجز. الكونفيدنشال لوجز اللي منها نحصل على البوروسيتي، منها قلنا الدنسيتي والنيوترون والسونيك، اند ريزيستيفيتي لوجز ومجاس المقاومة الكهربائية، بروفايد انجينيرز ان فيرست لوك، يعطينا في صورة مباشرة بالبداية كوك لوك لتفسير الشيء النظري، لكن كأكيوريسي ما راح نحصل، يعني إلها هاي المعدات الجسد التقليدية بيها ليميتيشن بالأكيوريسي بالدقة مالتها. Other reservoirs but there are particular limits to the accuracy. بصورة عملية اي بيها محدد للدقة مالتها. Neutron and density and sonic porosities قلنا معدات الجسد التقليدية اللي نحصل عليها منها على المسامية اللي هي نيوترون والدنسيتي والسونيك are more sensitive جدا حساسة to lithology than to reservoir fluid. طبعا تتحسس باللثولوجي بطبيعة مادة الصخرة، اللثولوجي نسيج الصخرة، مادة نوع الصخرة أكثر ما تتحسس بالفلويد عكس معدة المعدة الرنين المغناطيسي. As a result كنتيجة even a small amount of clay minerals حتى الكمية الصغيرة من معادن الصخور ممكن أن تسبب لنا معادن موجودة مال الأطيان ممكن تسبب لنا error in the porosity measurement في قياس المسامية. And in addition بالإضافة إلى هذا reservoir commonly contain clay point water، بالإضافة إلى أنه الريزرفوار الفلويد مال الريزرفوار هو مو كله حر طليق movable water مثلا، لا أكو water يكون clay point water مثل الشيل راح يكون ووتر مقيد بواسطة الكلي بوند. أكو نوع ثاني مقيد ووتر مقيد بالكابيلاري بوند بالضغط الشعري، والجزء الأخير هو الموفبل ووتر اللي هو يهمنا اللي حتى نحسب بصورة دقيقة مقدار التشبع المائي الموجود فعلا واللي هو متحرك مو المقيد. التشبع المائي الموفبل ووتر اللي هو راح يفيدنا بحساب التشبع النفطي وبعد ذلك نحسب الاحتياطيات النفطية القابلة للاستخلاص قابلة للاستخراج بصورة دقيقة عكس معدات الجسد التقليدية اللي ما تعطينا صورة على هذن شو اسمه تعطينا صورة على الفلويد بشكل عام ونحسب التشبع المائي بشكل عام، لا يعني ما تعتبر هذا مقيد او هذا شو اسمه حر، لا كلها سوى، واحنا يهمنا الموفبل ووتر. ريزيستيفيتي تول ار سنسيتيف، معده المقاومه ار سنسيتيف هي تتحسس تو اول ووتر، احنا قلنا معدات الجس اللي تقيس لنا البوروسيتي متحسسه باللوثولوجي، هنا نجي نشوف معده ايضا معده المقاومه الكهربائيه هي اصلا ايضا تتحسس لكل الووتر، يعني هنا اذا حسبنا التشبع المائي بالمعادله ارتشي ووتر ساتوريشن كالكوليشن كان اوفر استيميتد، راح تكون تقييمها للتشبع المائي اوفر استيميت اكثر من اللازم اكثر من المقدار الموجود، لان هي تتحسس بكل الووتر الموجود بالصخره. The amount of producible water راح يعني هي أكثر من over estimated the amount of producible water. Thus, potential bayzon may remain not accuracy with conventional laws. هنا راح نلاحظ أن المنطقة البيزون منطقة العطاء راح تعطينا يعني معلومات غير دقيقة بواسطة معدات الجس التقليدية conventional laws. البوروسيتي ميجرمنت وذ نيوترون دنسيتي كومبينيشن يعني من نسوي قياسات للمساميه او حسابات المساميه مع مجسات النيوترون والدنسيتي بصوره مشتركه بروفايد ان راح تجهز لنا استيميتد اوف توتال بوروسيتي، راح تعطينا
تقدير للمسامير الكلية not effective porosity المهمة عندنا which is all the pore space in the reservoir whatever the pores are interconnected or isolated. يقصد بها اللي total porosity يعني المسامات poros المتصلة interconnected and or isolated well isolated المعزولة with volume of the يعني إذا هسا قدرنا إنه نحسب حساب ال volume of shell ونسوي له correction من بواسطة حسابات ال V shell نعرف إنه نحسبها من الجاما راي من ال SB ونطلع حجم الشيل ونسوي له correction راح نسوي limitation elimination عفوا من الشيل effect راح نسوي حذف من تأثير الشيل هذا راح يوصلنا إلى نتيجة إنه تقدير estimated of effective porosity راح نقدر ال effective porosity بصورة صحيحة أو producible water pore space أو المسامات اللي بيها producible بيها movable fluid movable fluid water oil تعطينا تقدير قريب للدقة مالته جيدة بس أكو أمور هم راح نبقى نفتقرها وحلتها ان حلها ان معده الرنين المغناطيسيه شنو هاي الامور اذا يقول what remains عندما يعني تبقى to be resolved in the situation if the critical difference between any capillary bond water and movable water اذا حليناها هذا الموضوع اذا حليناه مال الكريتيكال ديفرنت الاختلاف الحرج بين الكابيلاري بوند ووتر ويا الموفبل ووتر راح تبقى عندنا امور اخرى فاردر مور البوروسيتي اند ريزيستيفيتي لوج بروفايد ا فيو ثوت راح تعطينا هاي معدات البوروسيتي والريزيستيفيتي افكار بسيطه حول اباوت ذا اذر بتروفيزكس انفورميشن مثل ايش مثل انواع الهيدروكربون هيدروكربون تايب مثال على ذلك low viscosity versus high viscosity oil ما راح تعطينا صورة على اللزوجة الواطئة لزوجة عالية هذا الأويل الموجود شنو لزوجته واطئة عالية and وبعد شنو مثل ما يعطينا معدة الرنين المغناطيسي تعطينا صورة على pore size على حجم المسامة وعلى grain size distribution توزيع الحبيبات ويعطينا فكرة على النفاذية ذيك المعدات هم راح ما راح نحصل منها على هاي المعلومات اللي نحصلها بواسطة الرنين المغناطيسي Fluid Properties خصائص وصفات الفلويد الانامار تولز كان ديتيرمين the presence and quantities of different fluid قلنا معدة الرنين المغناطيسي تحدد لنا الكميات لمختلف الفلويد الموجود بالصخرة اللي هو الفلويد نعرفه الووتر اويل غاز as well as some of the specific properties وبالإضافة إلى المواصفات الأخرى of the fluid مثل الفيسكوسيتي اللزوجة كذلك path medical كذلك من المجال الطبي device and يعني يطلقون عليها بالمجال الطبي MRIL tools can be run with specific pulses sequences setting راح يسوي لها سيتنج للبالس مالتها حتى يسوي لها اكتيفيشن يعني تعطينا فد تاثير ومعلومات جيده and enhance their ability حتى بيها عندها قابليه تكون ديتكت حتى تحدد لنا سبيسيفيك فلويد كونديشن ظروف الفلويد المحدده شكرا جزيلا نهايه المحاضره الاولى شكرا جزيلا